يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الأربعاء نهاراً ربيعياً معتدلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيفاً على السواحل الشمالية، مائلاً للحرارة على جنوب سيناء، حاراً على جنوب الصعيد. كما يتوقع الخبراء أيضاً أن يكون الطقس بارداً في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيفاً على جنوب سيناء، معتدلاً على جنوب الصعيد. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.